السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية الطاقة والمياه بتعلن عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف بالتعاون مع شركة الزامل. بتعلن أكاديمية الطاقة والمياه عبر حسابها الرسمي عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية بالتعاون مع شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة وبدعم واعتماد من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف. مسمى البرنامج برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف. يهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن العمل في تخصص إدارة موارد لدى شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة. تقدم أكاديمية الطاقة والمياه حلول تدريبية عالية الجودة مخصصة حسب احتياج سوق العمل. بالنسبة للتدريب 70% تدريب عملي و30% تدريب نظري. مدة البرنامج سنتين. التخصص الوظيفي إدارة المواد. المزايا مكافأة مجزية خلال فترة التدريب، تأمين طبي، تسجيل المتدرب مباشرة في التأمينات الاجتماعية من أول يوم في التدريب، الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، موقع التدريب مدينة رابغ، شروط التسجيل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على دبلوم بمعدل 2.85 من 5 أو 2.30 من 4، غير مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية، غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية، ألا يكون لديه سجل تجاري، ألا يزيد عمره المتقدم عن 30 سنة، التفرغ التام للبرنامج، اجتياز الكشف الطبي. طبعا اجتياز المقابلة الشخصية وليس لديه سجل تجاري. بالنسبة شروط الترشيح للبرنامج، اجتياز المقابلة الشخصية، اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة A2، اجتياز الفحص الطبي. موعد التقديم، التقديم متاح من يوم الثلاثاء بتاريخ 27/6/1445 الموافق بالميلاد 9/1/2024، واستمر التقديم حتى يتم الاكتفاء بالأعداد المطلوبة. دي الصفحة الخاصة بالاطلاع على شروط الالتحاق بالبرنامج. اضغط على التقديم على البرنامج، تفتح لك الصفحة الخاصة بالتسجيل. هنا كتابة رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس ذكر أو أنثى، الاسم الأول باللغة العربية، الأب العربية، الجد، العائلة، ثم الاسم باللغة الإنجليزية، الاسم الثاني باللغة الإنجليزية، اسم الجد باللغة الإنجليزية، ثم الاسم الأخير أو العائلة باللغة الإنجليزية، رقم الجوال والبريد الإلكتروني ومدينة السكن الحالية والمستوى التعليمي، تقوم باختياره من هنا، ثانوي أو دبلوم أو أخرى، سنة التخرج، هل أنت موظف على رأس العمل، هل أنت مسجل في التأمينات، تقوم بالإجابة على هذه البيانات الخاصة بالتسجيل، ثم اضغط على كلمة تقديم. في النهاية طبعا أتمنى للجميع التوفيق، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.